والله أنا جيت من المدرسة الصبح دمار الطين نبغى صرت أروح أقرأ، يعني ما كنت عم يسوون شارة، والله ما كنت كل ساعة دمار. جيت من المدرسة ما أقدر أعبر، ما أعبر شفت منه الدمار تنور دروع لغاية يوم الخضراء كلها طين. يعني بس تمطر شوية وهاي مو فوق الجو طيانة، يعني نحتاج من المعاونين يعاونونا ويبطون الشوارع طيانة في الدنوب من مقام من المحافظ صلاح الدين، يعني احتاج شيء تبليط للشوارع. هاي صايه طيانه من البارحه مطرت، هاي بعد الهشاري يلا تنشف. هاي طيانه هاي كل اسبوع. احنا كل سنه اول ما تقوم تمطر، يعني يوميه اقل مطره تفيض الشوارع، تبقى اسبوع ما تنشف، لان اول شيء هي طين القاع وبعدين نازله ويلحقها ماي من البيوت وامطار، وتعرفون انتم يعني والوضعيه هاي. كل ما يجي شتاء احنا نعجز واحنا نسوي بالمكناسه وبالماسحه وما يفيد، ابد ما يفيد، ماكو تسوي هنا اليوم يرجعين ثاني يوم. يعني هنا اكو محلات النسوان تعبر عليها تتسوق ما تقدر الا تخلى بالتاكسي، بس عبرني يعني على المود. هاي الشغله لا بحذاء ينمشي لا بسياره ينمشي، يعني شغله ما لها لا علاج ولا نهايه. والله اريد المسؤولين يجون يبلطون تبليط، ولا هم يقصوها وحصوات واسبوع زمان ترجع تريد تبليط. اذا ماكو تبليط يعني احنا هاي الشوارع عدا يسووها يحفروها، يقول لك مده الانجاز سنه وثمان اشهر وتسعة اشهر، احنا متوقعين بعد ما تصير، لو يخلوها على القديمه احسن. يعني ما يسوون، ما شفنا ولا يوم لوري جاي محمل زفتات وصلح تصليحها، مو تبليط تصليحها ماكو. زين من يحفرها كلها بعد شيء بلطها، ما تبلط هاي لا بسنه ولا بسنتين اصلا. نهائيا الناس التبليط خلاص ما يجي على بالنا. شلونكم وشلون توصل للمدارس؟ والله قوه اليوم انا وصلت اثنين لا اعرفهم لا شيء، هم تقول حتى دكاسه ما تطب، شلتهم بالكي الحمل وديتهم اللي قاعد مو تاكسي، انا كيت الحمل وديت اثنين اليوم. والله ماكو مجال، حطوا بوالي جوا انسدن وراحن، ولا كلهن ماكو اصلا لا فتحوهن ولا سوى، بس مجرد نوموهن جوا القاع وانتهت المشكله. على اساس احنا اشتغلنا بس وكل الشغل مالهم ما مبين شيء على القاع. اليوم بالنسبه احنا نحكي على سامرة منكوبه، سامرة ما بيها خدمات، سامرة يعني اسوء مدينه طبعا هي بالعراق، موجوده اول شيء خدمات طبعا هي خارجه عن خدمه. تعال شوف الشوارع، يعني اول حفريات وتلول مال التراب، و طبعا هي سببها مجاري بالنسبه لولا. كل الشوارع هسه كل الشوارع طبيها بها يعني طبعا ماي وطين، يعني خارجه عن خدمه. الاقتصاد بها واقف، الحركه العمل واقفه، المدارس بالدرجه الاولى اذا شوف الطلاب يعني يعانون معاناه مو طبيعيه، ما يقدر يروحون، اذا عنده سياره ما عنده سياره ما يروح المدارس. فالسامرة يعني هاي مو المره ال20 نقولها، واكو فيديوهات مسجله خارج عن خدمه، يعني من الناشد؟ الناشد رئيس وزراء، ناشد محافظ، ناشد مدير بلديه، قايم مقام، يعني وين نروح؟ يا سوونا شارة يا ناس، سوونا شارة، يعني الناس يعني بعد ما عنده يعني ما ظل عنده صبر. سوونا حل وين ما تروح؟ يعني اي شارع الطبي هسه سامرة ما تمشي، خلاص ما تمشي. يعني هاي قيمة الكليه من بادية، اكو مستنقعات، يعني ابو السياره من يجي ما يضربها ما يدري بها. كل نقرا الاخرى هذا من ريدي والله بمستنقعات، يعني السمرة طسه ما هي السيارات يعني قبل تشط بها. الله يساعد الناس. وها اخو الحولي مال المثنى اللي يفتر عليه على الخضراء ما يرهم خلاص، جو قصوها على الشركه، قالوا سمعنا الشركه قلنا كيفنا شركه الفاو اشو قصوها، راحوا نبصر مستنقع بعد ما يطاق، قال الشركه راحت. زين ليش راحت؟ ليش قصدها راحت؟ شنو الشغله يعني مقصوده؟ ما اعرف. يعني تعالوا شوفوا اي مسؤول خارج، اي مسؤول من بغداد من المحافظه بس يطب سامرة، طيب سامرة طالع عن الخدمه خلاص، يعني ما ظل العالم قامت تحكي، ما ظل صبر. شوفوا لنا حل. المين ناشد بعد؟ وزاره، بلديه، قائم مقام، محافظه، لو بس ملتهم بالشاطئ شوفوا لنا حل. قبل هاي المطره، قبل 4 ايام مطره ورا ما يبست القاع قامت العجاج الباحه قامت تفتر، الشوارع يبست. هسه شويه مطر راحت. اكو شارع بليطو مال الضباط وجبيريه. البليطو كيفنا عليه، والله بي الطين هسه 4 اصابع. على الحافه مال الرصيف. على الحافه على طول شو اسمه؟ على طول الشارع اللي طين صار 4 اصابع. هاي من تحتها بس، راح تجي السيارات راح تستعجل، يعني المحلات قامت تعاني، البيوت قامت تعاني من العجاج، يعني والله ما يعني من وين نروح جهنا بعد؟ يعني مدنا شوفوا لنا حال يا ناس.
الكل يستبشر بالمطر ما عدا مدينة سامراء، كل العراق يستبشر بالأمطار وبالخير مالت الأمطار ما عدا مدينة سامراء، المطر يصير وبال ونقمة علينا، الحياة تتعطل، المدارس توقف، الطلاب ما يقدرون يروحون لمدارسهم، الوضع الاقتصادي أيضا يتحمل عقبات بسبب الأوحال والطيان. كل ما نسأل أحد يقول لنا مسؤولية المجاري، دائرة المجاري، تسأل مسؤولين المجاري يقول لك احنا ما ملتزمين بوقت، وكل هذا الموضوع دا يأثر علينا بصورة سلبية وصورة غير جيدة. نترجى من أصحاب القرار من المسؤولين يتخذون إجراء سريع، يعني ما حد يقدر يتصرف بأي تصرف داخل هذه المدينة المسكينة المنكوبة. نطالب المسؤولين، نطالب الجهات المعنية بمحاولة إيجاد حل حتى لو مؤقت، قمنا نرضى بالحلول المؤقتة على الحلول طويلة الأمد. يعني احنا نشوف انه ما حتى الشارع ما تقدر تعبره إلا بواسطة، هاي يعني كارثة. المدينة ثلاثة أرباعها غرقانة وطين وحلة، يعني ما لا تطاق، حتى أصبح من يعني من غير ممكن أي شخص يطلع من بيته الأقرب وسيلة يوصلها. مثل ما تشوفون هسه احنا حاليا هذا شارع مدرسة الرياض اللي هو في حي الجبيرية الأولى، أحد شوارع سامراء. نضرب مثال، هذا الشارع بمدرسة ابتدائية للأطفال اللي هي الابتدائية الأعمار الصغيرة أو ذكور وإناث. طبعا هذا الشارع مثل ما تشوفون كل مطر على نفس الحالة. أنا هنا السؤال الموجه إلى السيد مدير قسم تربية سامراء، هاي المدرسة تحت مسؤوليتك، الطالب اليوم ده يوصل وهو في حالة يرثى له من الطين، ماذا يقدر يوصل مدرسته؟ السيد مدير بلدية، السيد قائم مقام، يعني احنا نتمنى من السادة المسؤولين اللي يتحملون مسؤولية هذا الشارع اللي هي تحت مسؤوليتهم وصلاحياتهم ان يتركون مكاتبهم وينزلون للشارع. لحد هاي اللحظة ما شفنا انه لجنة من التربية او لجنة من البلدية او لجنة من شركة المجاري افترت على الشوارع وشافت حال هاي المدينة. هذا حال المدينة البائسة، تشوفون هاي الشوارع شلون حالها يرثى لها. ماكو غير احنا راح نضطر انه ما اعرف شنو نقدر به احنا كمواطنين اليوم نسويه، لان ايسنا من اي جهد للحكومه، والا مناشدات واجبروا الناس انه ينشرون بالفيسبوك حتى يجون يلبون مطامعهم، وخلوا مجال للصفحات وغيرها وغيرها، وعندما تنشر يقول لك لماذا لم تناشدنا؟ تشوفون الان هذا الشارع وهذا واقع المدينه، السيارات مالتنا الحمد لله والشكر سيارتي عاطله صار لها 3 أيام لان الماي يصعد على المحرك وغيرها، الحمد لله الصناعه متروسه سيارات العالم. أهل المدينة ما يعرفون وين يروحون. إذا تشوفون حاليا حتى المصور اللي خلف الكاميرا ما شاء الله هدومه كلها طين لأن دي يصور هذا الواقع، حتى المايك أعتقد واقع بالطين ودا نصور بهاي الحالة. يعني أتمنى من المسؤولين بس رسالة أن عوفوا مكاتبكم وانزلوا للشارع وخدموا مدينتكم. أخي الكريم، هاي سالفة المجاري وسالفة تبليط الشوارع وسالفة هاي الطيانة والماي، يعني البارحة أنا جاي أمشي بالسيارة، سيارتي يم قاعة جبور وقعت بنقرة، لو مو أهل الرحم ويطلعوني وياي الأهل، يعني هي هاي وضعية تنقبل الله يقبل بيها؟ يا أخي العزيز يعني هذا شارع، هل أقول له بالشفال يقول لي والله روح على البلدية، أروح على البلدية يقول لي أطلع على بالمجاري، أخابرهم ولا واحد يجاوب، زين إلى متى إحنا نبقى على هذا الحال؟ يعني قالوا راح نسوي لكم مجاري بارك الله بكم. بس والله لو مو مسوينا المجاري احسن، لان تبرونا دمرونا دمروا العالم. يا اخي العزيز والله ما يرهم هذا العمل. يعني انا اريد اطلب من المسؤولين، مو كما قاعد على الكرسي وقاعد ورا الميزانة اللي اعرف المسؤول اللي مسؤول عن هاي الشغله، يطلع يجي للشارع، خلي ينزل للشارع يشوف الوضعيه الكثيفه اللي احنا عايشيها. يعني هو يقبلها بباب بيته، يقبلها بمنطقته، ليش مناطق مبلطة؟ زين الشوارع اللي مبلطة جاي يرجعون يشيلوها ويرجعون يبلطون. طيب انت مكان ما تبلطني، شن الشوارع مبلطة؟ ارجع ابلط هاي المنطقة اللي مهجورة. رجعونا الى القرن، رجعونا الى 20 قرن لورا. يا اخي ما يرهم والله. انا اناشد المسؤولين عن هذا الوضع اللي احنا بيه، خلي يشوفونا حل، والا ستكون مظاهرة كبيرة لهاي الوضعية الكثيفة. احنا والله على مود المسؤولين هذول اللي سووا بسامرة هيك مقاولات ودنيا وهاي ومليارات صرفوا، طلاب لا تقدر تطلع، لا تقدر موظف يروح، لا يقدر عامل يقدر يطلع، البيت ما تقدر تطلع من الباب للباب، ما تقدر من الطين، تركوها هيك شارع 4 سنوات يبقى، وينك بيا دولة؟ الشارع يظل 4 سنوات ما يبلطوا.
بس اريد افتهم يعني هاي المليارات اللي صرفوها ميزانيه مال دول بكمليتها ومن 2003 لحد الان شارع واحد ما بلطوا ونجح هذا الشارع بهاي المدينه، اكثر شيء طول 4 أشهر ويرجع تشلع ونقريات وحفريات والماي والهاية، هذا صار علينا هذا المشروع مال المجاري نقمه. نقمة صار علينا هذا ما استفادينا منه كل شيء، أذانا بالعكس أذانا ما استفادناه من عنده شيء، واللي نرجي من عنده من رئيس الوزراء أن ينظر إلى هاي المدينة من 2003 لحد الآن، مشروع ما نجز بها لا مدرسة، دوام 3 دوامات، لا مستشفى، المستشفيات فارغة ما بها علاج، يعني مدينة منكوبة، يعني حتى الحيوان ما يصلح يعيش بها. زين احنا سواق سيارات، سياراتنا تكسرت من وراء الطسات ومن وراء الحفريات وما نعرف لا من ننطي وجهنا، هاك شوف هاي نتيجتها، طلاب ما يقدر يروح، يا طالب يروح للمدرسه، موظف ما يقدر يطلع، يعني احنا نرجو من رئاسه الوزراء ان ينظر الى هاي المدينه، لان هاي فلوسها كلها ما نعرفها وين جات تروح، مشروع يعني صار له 4 سنوات من 2020 لحد الان شارع رئيسي ما نجزوه. لحد الان خلي يجي واحد من المسؤولين يطلع لنا شارع رئيسي نجزوه زين الى يسووه داسه المنهوله رجعوا حفروا وعافوه ومشوا، ما نعرف هاي المقاولات وين جات تروح هاي وهاي المدارس كل 3 دوامات، 3 دوامات ما تعرف الطالب ايش يفتهم، مدارس صار لها من 2003 لحد الان ما كملوها، وهاي نرجو من رئاسة الوزاره ان ينظر الى هاي المدينه، لان هاي المسؤولين مال هالمدينه باقوها ونهبوها وكل شيء ما استفادينا منهم. تعاني مدينة سامراء من نقص حاد في الخدمات، لا سيما الخدمات يعني البنية التحتية على وجه الخصوص، وكذلك مؤسساتها الخدمية، تلك المؤسسات تعاني من نقص حاد في العجلات والتخصصات المالية والكوادر والأبنية، وكذلك البرامج الذي يعني يفترض تتطور كل سنة، ويعني التخطيط العمراني واللي يتعلق بتطوير المدينة. مدينة سامراء حقيقة مترامية الأطراف وتتسع كل يعني فترة، و يعني نسبة سكانية عالية جدا، هي ربما الأغلب في العراق والمحافظة صلاح الدين. الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية أيضا تعاني من كثير من الإهمال، ويعني يعني لم تصل إليها الخدمات بسبب أسباب كثيرة، من ضمنها نقص التخصيصات المالية ونقص العجلات في بلدية سامراء، ويعني عدم تواصل حكومة المحافظة ويعني اهتمام في مدينة سامراء وكذلك الحكومة المركزية. المواطن السامرائي يعاني كثيرا من قضية الخدمات ويعني نقص حاد هنالك في البنى التحتية الخدمية على مستوى الدولة، كذلك التخصصات المالية التي تخصص كل سنة كل عام يعني لا تكفي إلى قضاء سامراء الذي يعني هو يشكل نسبة كبيرة جدا، على مساحته كبيرة جدا ونسبة السكان أيضا عالية جدا. الموضوع حقيقة يتطلب تضافر جهود من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة المحافظة وإدارة المحلية في قضاء سامراء، وكذلك أيضا المؤسسات ذات العلاقة والدوائر أيضا الخدمية والوزارات المعنية. المدينة يعني حقيقة يعني الذي شاهد مدينة سامراء يعني يصيب الإحباط ربما والحزن أيضا بسبب يعني كثير يعني تحتاج كثير برامج يعني تنمية وإعمار وبناء وخدمات أساسية، لا سيما قطاع الصحة والتربية والشوارع الرئيسية والبنى التحتية والماء، إسالة الماء متهالكة، وكثير الأحياء الشرقية وربما كثير من الأحياء المدينة لا يصلها الماء في فصل الشتاء ناهيك عن فصل الصيف. حقيقة الخدمات أيضا فيما يتعلق موضوع الكهرباء أيضا هنالك نقص حاد في موضوع الكهرباء، ويعني يعني ورش الصيانة يعني دائما يكون هنالك لديهم يعني الطوارئ ويكونون دائما يعني بحالة استنفار.
كل مطرة وكل يعني كل ما يتعرض البلد والمدينة إلى أمطار، موجة أمطار، المدينة حقيقة تتعطل فيها الحركة ويصعب تنقل المواطن من حي إلى آخر. ناهيك عن الطلبة الصغار، الأطفال الذي يذهبون المدارس، حقيقة يعني وضعهم مأساوي ومزري جدا ويعني محزن جدا. يعاني الطفل الذي يبلغ عمره 6 سنوات أو 7 سنوات من الوصول إلى المدرسة، يعني يعاني من مشكلة الوصول وصعوبة الوصول، وأغلب الناس ما عندهم يعني إمكان يأجر خط إلى أبنائه، فالطفل يمشي بالشارع وكل ملابسه طين وماي، ويعني يصل إلى المدرسة ويرجع إلى أهله ووضع كلش مزري، بحيث يعني وضع محزن جدا. هالمظاهر كلها يعني أصبحت في مدينة سامراء ظاهر، يعني ظواهر طبيعية للأسف، ونشاهدها كل يوم يعني، ونحزن عندما يعني نشاهدها مثل هكذا مظاهر. الأمطار حقيقة إن عندما تمطر مدينة يعني السماء المدينة يعني تغرق يعني شوارعها وأحياءها، وحتى شوارع الرئيسية ربما يصعب الحركة بها، ويعني يصعب أنه انتقال من مكان إلى آخر، الموظف والمعلم والطالب يعني والكاسب أيضا صعب جدا أنه يتحرك ينتقل من بيته إلى عمله أو موقع عمله أو دائرته أو مدرسته أو يعني. فهالموضوع حقيقة يتطلب يعني وقفة جادة من قبل الحكومة المركزية وحكومة المحافظة والحكومة المحلية أيضا، كذلك الدوائر والوزارات الأخرى التي يعني ذات الصلة ذات العلاقة، يعني يتطلب حقيقة تخصيصات مالية كبيرة وشركات ربما يعني أجنبية رصينة، ويعني عمل دؤوب من أجل رفع يعني وارتقاء والنهضة في العمرانية ومؤسساتية في مدينة السامراء، لأن حقيقة مدينة السامراء مدينة تاريخية وسياحية وتجارية ودينية، ويعني هي موقعها أيضا الجغرافي يعني أهلها أن تكون يعني مدينة يعني ربما حلقة وصل بين الشمال والجنوب، لكن للأسف وضعها يعني لحد الآن يعني مزري جدا ومت يعني محزن، ويعني كثير خدمات أساسية لا تتوفر بالمدينة، وتحتاج تتطلب كثير يعني جهد يعني كبير، ويعني تتطلب يعني عمل كثير دؤوب وتخصصات مالية كبيرة وشركات رصينة وعمل يعني ليل نهار لكي يتغير واقع المدينة. الحقيقة المدينة إذا بقت على هذه الوضعية ونسبة السكان تزداد، ويعني يعني المدينة أيضا محاطة بسور كونكريتي منذ عام 2004، وهذا السور الكونكريتي يعني عرقل ويعني يعني ضيق على المدينة على أهلها، ويعني صعوبة أنه المواطن يقدر مثلا يحصل على هنالك أراضي المواطنين خلف هذا السور. يعني نطمح أنه هذا السور يرفع أيضا وتكون يعني أيضا تتوزع أراضي للموظفين والمستحقين، ويعني أشخاص اللي يستحقون أراضي من قبل البلدية. البلدية أيضا تحتاج يعني كثير آليات وكوادر وتخصصات مالية كبيرة لكي تقوم بواجبها ويعني بشكل صحيح. حقيقة الوضع مأساوي داخل مدينة سامراء، حيث بلغ مستوى الشلل داخل المدينة تجاوز حتى 80%. هناك منطقتين أو 3 مناطق داخل المدينة أو بالأحرى داخل القضاء توجد فيها حركة سلسة، هي المناطق المخدومة بالتبليط وبشبكات صرف مياه الأمطار والمجاري، صراحة لا تخلو من الأطيان. لكن لو نظرنا إلى باقي المناطق في مدينة سامراء سنرى أن هناك شلل حقيقي في الشوارع، وارتفاع مستوى الأطيان تجاوز حتى 20 أو 30 سنتيم، وأصبحت الحركة معدومة داخل المدينة. غياب الدور الحكومي والرقابي عن المشاريع الموجودة داخل المدينة واضح جدا، والشعب داخل قضاء سامراء مستاء من الحلول التي تكاد تكون ترقيعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولا يوجد حل صحيح يمكن أن ينتشل المواطن السامرائي من العشوائية ومن المأساة التي يعيش بها في وقتنا الحاضر. نطالب من خلال وكالتكم بتوفير كل المستلزمات التي من خلالها يمكن أن يعيش المواطن السامرائي حياة كريمة، ومن خلالها نستطيع أن نوفر للمواطن السامرائي حياة تليق به،
ونطالب الجهات المعنية بتوفير دور الرقابي وتشغيله على أكمل وجه من أجل معالجة كل القضايا التي من شأنها أن تعرقل الحياة داخل قضاء سامراء. المسائل الخدمية في سامراء تشهد تراجع، هذا المسألة متراكمة يعني، والمواطن يتأمل خير كل سنة قادمة تقدم، يتأمل أكو خدمة، أكو تطور، أكو عمل، أكو تخطيط. الواقع يفرز غير مسألة، بالعكس المسائل في تراجع، الحياة العامة تتأثر، أمامنا طلاب، مدارس، عمل، خدمات، سيارات المواطنين ابتداء من المواطن صاحب التاكسي البسيط اللي تتأذى السيارة، هو أصلاً أجرته قليلة داخل المدينة وده يخدم المواطن بها من خلال مدى يفرض على المواطن أجرة عالية، ومع ذلك المفروض على الأقل نهيئ له أرضية جيدة، شوارع بها خدمة على الحد الأدنى على الأقل. الحفريات، هالمسائل، تأخير طلاب المدارس، أطفال، هذا التراكم هذا سنة عن سنة قاعد نعيشه، التقادم الزمني ما قاعد يخدم دا يضر، بالتالي دا نشوف هذا التراخي في الاستجابة لطلبات الشارع أو طلبات المواطنين، دا يحدث حقيقة تذمر في جوهر المواطن، وبالتالي مطالبين الهيئة، مطالبين الإدارة، مطالبة المحافظة، البلدية بالإسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة بإلها، وإلا حقيقة المسائل قاعد تتفاقم، الضرر دا يزداد يوم على يوم وللأسف الشديد. طبعا منذ السنوات ومدينة سامراء للأسف تعاني من سوء الخدمات، يعني احنا اليوم نشوف مع اي مطرة تصير وين كانت ضعيفة، تشوف الشوارع تبدي تطين، مصالح الناس شبه متوقفة، طلاب المدارس يعانون بالوصول، فاحنا نتمنى انه نتجاوز هذه المحنة اللي تعيشها المدينة من سنوات، وهي محنة مستمرة صيفا وشتاء، يعني بالصيف لها أضرار وبالشتاء لها أضرار. للأسف الجهات الحكومية أو الجهات المسؤولة عن المدينة مدى تنظر للواقع كما يتمنى المواطن السامرائي. طبعا أكيد نطالب الجهات ذات العلاقة بأن تلتفت على واقع المدينة المؤسف والمجري للأسف، يعني وحتى المواطن السامرائي من يطلع لأي مدينة مجاورة أو مدينة أبعد من سامراء دا يشوف أنه المدن دا تتقدم إلا هاي المدينة، يعني دا تتراجع بشكل محزن يعني.